مئات الملايين سيتابعون مراسم التتويج عبر العالم وخاصة في دول الكومنولث، فيما بضعة آلاف سيكونون حاضرين في هذه الكنيسة عند أداء الملك تشارلز الثالث قسم اليمين لدعم الكنيسة والحكم بشرف. تتقدمهم الملكة المرافقة كاميلا وأفراد الأسرة الملكية، ولكن في ضوء خلافات الأمير هاري وزوجته ميغان مع القصر الملكي وكشفه المشاكل العائلية، قد يغيب الأمير هاري عن تتويج والده إلا إذا تم التوصل إلى مصالحة. I think that's a tough one. It's a family issue. I think that he should be invited. I mean, I think there's only, you know, once that is ever going to happen, and he'll probably regret it if he doesn't go. He doesn't seem to like anything about England, so I don't know. I don't think so. I have children. I can't imagine ever doing anything without them present. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. حفل التنصيب الرسمي لجلوس الملك تشارلز الثالث على العرش سترافقه تظاهرات احتفالية متنوعة على مدى 3 أيام، من عرض موسيقي باهر لنجوم يعكسون التنوع العرقي في بريطانيا إلى حفلات الشوارع في مختلف أرجاء البلاد، ومشاهير يساهمون في إنشاء إرث تطوعي واحتفالهم بإخلاص الملك الطويل للخدمة العامة. لعل هذا الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث المرتقب يعيد فتح صفحة جديدة للأسرة المالكة التي طالتها مزاعم سيئة بعد عقود من الثبات والعمل المتفاني للملكة إليزابيث الثانية لبناء بريطانيا الحديثة. لصباح العربية مصطفى زارو، لندن.